وعلى الهواء مباشرة نورنا فضيلة الشيخ أشرف الفيل بعد ما جبناه بالعافية من هناك، ما كانش راضي يجي. الطائرات قفلت والحج خلص والناس رجعت وهو قاعد في المدينة. حضرتك تفضل، عندنا شغل وكده. لا أنا أحب أقعد أحلي في المدينة. طب حضرتك حليت بقالك 3 4 أيام هناك، هو آخر طيارة بتنزل، آخر واحد فيها هو بينزل فيها. عشق يعني لا نهائي للمدينة وطبعا للحج، ما شاء الله ربنا يبارك. حضرتك دي الحجة رقم كام؟ لا مش كتير قوي، الرابعة بعد العشرة. ال14 ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. طيب النهاردة احنا يعني موضوعنا كل الناس حبايبنا اللي رجعوا من الحج، حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. احنا عايزين كتالوج لما بعد الحج، الناس تتعامل ازاي بعد الحج. هم بيبقوا في قصة ونزلوا لها قصة تانية. يعني أنا أختي راجعة كانت في حتة تانية خالص، نزلت بتقولي وأنا هناك لو فتحت وشفت صور الناس في مثلا في الساحل تقولي أنا حاسة إن أنا في مجرة أخرى، مش في بلد تانية، لا أنا في حتة تانية خالص. وأقعد أبص للناس، يا دول الناس عايشين حياتهم عادي، مش بيعبدوا ربنا زينا. يعني بتقولي أنا كنت في حتة جميلة قوي وروحانيات عالية جدا، وجيت مش عايزه اجي، مش عايزه اعيش الحياه العاديه اللي انا كنت عايشاه. فعايزين الكتالوج ده. الحمد لله على السلامه فضيله الشيخ. الله يسلمك. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم اجمعين. وبعد، الحقيقه كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الايام ايام سعاده وايام محبه ان شاء الله. الحقيقه فكرتيني بس بقصه صغيره حصلت زمان في اواخر السبعينيات كده. كنت بسمع محاضره أو درس بعد صلاة العشاء تقريبا في المسجد، فالشيخ كان بيعلق على موقف حصل من شاب من الشباب، إن هو لما دخل المسجد وتعلم الصلاة وبدأوا يدوا بقى الأذكار ويقرأ قرآن وبتاع، فإيمانياته ارتفعت قوي يعني، فبقى في حالة إيمانية كويسة قوي. فطبعا كان زمان بقى التلفزيون لسه الأبيض وأسود ده، فطبعا التلفزيون اللمض لو ما أعرفش حضرتك تعرفيه أو ما تعرفيه أو تسمعي عن الكلام ده أو لأ. فالمهم يعني، فطبعا الست طبعا كان عشان تنور التلفزيون كانت تقعد شغاله مثلا من الساعه 7 الصبح عشان ينور على المغرب كده، يجيب لنا اي شاشه ويجيب الفيلم ولا المسلسل ولا اي حاجه بيتفرجوا عليها. فالراجل ده طبعا راح صلى العشاء ورجع بقى مشحون ايمانيا جامد قوي، فلقى مراته مشغله التلفزيون ومجهزه له عشان يتفرج في البساطه دي، فقام ماسك التلفزيون مكسره وبتاع. فالست راحت اشتكت لمولانا او للشيخ بتاع الجامع، فكان بيحكي يعني، فبيقول خليكم عارفين حاجه مهمه جدا. انت وانت في المسجد هنا ايمانياتك بترتفع. الناس اللي بره المسجد ايمانياتهم ما بترتفعش زيك، لان هو بره المسجد. حتى النبي قال تحترقون، فاذا جاءت صلاه الصبح اطفاتكم ثم تحترقون يعني في الحياه اللي هو الحرق. يعني ان انت مشغول وبتجيب ورايح السوبر ماركت وراجع والسوق والشغل وراجع ومش عارف ايه وبتكتب وبتتصل وبتعمل، ده حرق، ده احنا بنحرق كده. فاذا جاءت صلاه الظهر اطفاتكم، يعني لما تيجي انت تخيل احنا في وسط الضغط العمل، لما بيجي الواحد يتوضى بقى ويخش ويصلي بيفصل. المفروض طبعا بيفصل خالص. لكن لو انت فضلت بتحرق على طول شغل شغل، بتيجي في اخر اليوم بتلاقي نفسك انت واقع خالص مت يعني. فالصلاه دي بتعمل ريفرشمنت للانسان يعني، بتنشطه كده وبتعيد له النشاط مره ثانيه. فعايز اقول لك ان اللي حصل بقى، في الشيخ بيقول كان بيعلمهم بقى، كنت لسه صغير شويه. فبيقول لهم لا، انت زوجتك اللي في البيت هي كل حياتها مستنياك وبتجهز لك قعده حلوه واكله حلوه وبتاع، ما فيش في دماغها القصه اللي انت اتعلمتها هنا ولا الدين اللي انت اتعلمته. فانت مش روح تكسر التلفزيون، لا، ده انت تروح الاول تقعد تتفرج معاها على التلفزيون. كان الشيخ بيقول كده، تقعد تتفرج معاها على التلفزيون، وبعد كده اقول لها تصدق النهارده واحنا في المسجد الشيخ كان بيقول كذا وبيقول كذا، وقال اللي يقول لا اله الا الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مره اخش الجنه، واللي يقول مش عارف ايه كم مره يقول، واللي صلى على النبي كذا. فتاخد بايديها بمنتهى، خدت ايديها فرفعت ايمانها. قال انت اوتوماتيك كده اول ما ترفع ايمانها هي من نفسها خلاص ما هي لقت حاجه تشغلها. واحنا ليه بنروح بنتفرج على حاجه او بنتابع الكوره او بنعمل، احنا عندنا وقت فراغ معين. هي دي المشكله الازليه اللي ماشيه في الدنيا لغايه دلوقتي. ناس عايزه تكسر بالظبط التلفزيون في حين انه مش هيجيب غير نتيجه عكسيه. لا مش هو ده الحل بتاع اي حاجه، مش هيهدي الناس دي. عايز اقول لك كمان ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلاه والسلام لما كان بيصلي حوالين الكعبه، كانت الكعبه دي حواليها ايه تتخيلي انت؟ اصنام.
هبل ومش عارف ومين واللات والعزة ومش عارف مين، حاطين الأصنام دي قدام الكعبة وبيسجدوا لها وبيعبدوا لها وبيعملوا، لأن حتى في آية في القرآن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد، وسجد المشركون معه، هم بيسجدوا للآلهة بتاعتهم وللحاجات دي كلها، مش بيسجدوا لرب العالمين. فيعني الشاهد يعني إن كانت في أصنام حوالين الكعبة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتحم هذه الأصنام وكان يصلي إلى الكعبة ويعبد ربه ويجلس في الكعبة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكسر صنما بيده، يعني ما راحش جاب الاصنام دي وهوب راح مكسرها والعمل الكلام ده، لا لا ابدا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وانما كسر الاصنام في قلوب اصحابها. يعني الاصل انك انت تكسر الصنم اللي جوه قلبك، بعد كده انت هتلاقي الامور كلها بقت حلوه والامور جميله والدنيا اتفتحت وبقت كويسه وهكذا. اذا الواحد فعلا في مثلا في عمل الحج او في الصلاه او في العباده فعلا بيرتفع ايمانه، لما بيجي يشوف المستوى الثاني اللي هو بعيد عن العباده فبيبدا يحصل عنده هذا النوع من الشعور، الناس دي ازاي تسيب هو شعور بقوه الايمان، فانت بتبقى زعلان ازاي، او يعني ازاي الناس دي سابت الذكر وسابت الدعاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان يوم القيامه الناس هتتحسر على حاجة واحدة بس، إيه؟ على دقيقة مرت دون أن يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. هيتحسروا على دقيقة فاتت من غير ما يقولوا لا إله إلا الله، لأنها بس حاجة سهلة ومتاحة ومش مكلفة حاجة خالص، وفي نفس الوقت بترفع الدرجات بتاعتهم وبتعبي الحسنات. فتلاقي مثلا شخص معاه جبل زي جبل أحد، جبل أحد ده سلسلة جبال كبيرة جدا، قال مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عظيم، جبل أحد كله حسنات بتاع سبحان الله وبحمده، وعنده جبل تاني مش عارف زي جبل تهامة ولا بتاع مثلا لا إله إلا الله سبحان الله، فواحد عنده جبال من الحسنات هو ماشي بيعمل يبص إيه ده الجبال دي، زي الست اللي كانت ماشية ومعاها تمرة وبعدين شايله بنتها فقطعت التمره نصين فادت لبنتها نص، وبعدين لقت بنتها بتبص في النص الثاني قامت مديها فادته لها، بسببها الله سبحانه وتعالى اعطاها اجر، يعني كم من اجر. لما شافت جبل احد حسنات وثواب وبتاع فقعدت تقول انا عملت كل الحسنات دي في امتى؟ يعني انا حتى لو عمري 1000 سنه ولا الحق اعمل الكلام ده كله. فدي بسبب تمره. التاني دخل الجنه بسبب كلب سقاه، ما عملش حاجه في دنيته غير ان هو جاب الخف بتاعه ونزل ملا ميه وشاف كلب شربه. اذا الواضح من الموضوع ان الايمانيات لما بترتفع عند الناس، والنبي قال في حديث برضه رائع جدا هو مكتوب على الروضه الشريفه واحنا بنزور سيدنا النبي، ان الايمان لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها. لا ده مكتوب فين ده؟ مكتوب على وانت راح تزور سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بس انا بتكلم ناحيه الرجال، ما اعرفش ناحيه الستات ايه. واحنا رايحين من ناحيتنا بيبقى شايفين على الباب الروضه باب الشريفه من فوق ولا باب الروضه باب الروضه الشريفه من بره من الممر الامامي، بتلاقي مكتوب كده الحديث ده قمه في الروعه. لا يأرز الشيوخ ياخدوا بالهم من حاجات بقى احنا لا يمكن ناخد بالنا منها. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. يأرز، أنت عارفة لما الحية دي اللي هي بتقعد حاجات يعني حشرة من الحشرات أو تعبان من التعابين مثلا، لما يشعر بالخطورة يجري يدخل جوه الجحر عشان يختفي جوه الجحر عشان محدش يصطاد ويأرز. ده معنى كلمة يأرز. فالنبي بقى بيقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يأرز الإيمان نفسه بيدخل جوه المدينة يحتمي بها كما تحتمي الحية أو تأرز الحية إلى جحرها. فأنا عايز أقول لك إن فعلا معظم الناس وحضرتك واحدة منهم لما بنيجي ندخل المدينة إحنا بنحس إحنا بنبقى فيها شيء هدوء نفسي خالص رهيب. يعني حتى الناس صوتهم واطي هناك، الشوارع فلة مع انه زحام رهيب، وهم نفس الناس اللي في مكه هم نفس الناس اللي في المدينه، يعني ده مختلف فيش دقيق خالص، بيخلصوا هنا بيروحوا هنا، بس ما فيش في ايه.